إذا كنت تسوقين سيارة مالك غير حساب مصطفى لايف، حساب مهتم بقيادة المرأة للسيارة من دروس وأخبار ومعلومات. مصطفى لايف، لا تنسي الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. حياكم الله، اليوم في درس جديد من دروس تعليم القيادة، ودرسنا اليوم هي المهارة الثالثة، مهارة صغيرون حليوة، وهي إشارة الإشارات اللي في السيارة اللي أنا أسميها لغة السائقين. أنت لما تسوقين السيارة في الشارع، كل اللي حواليك ما يطلون داخل مخك ويشوفون أنت وين تلفين يمين يسار، إنما يعتمدون على إشارات اللي أنت تشغلين يمين يسار، سيدة خطر، تنبيه وهكذا. فذي درس صغيرون، خليني أشرح لكم إياها. واحد، الإشارات الإرشادية، ذي يسمونها إشارات إرشادية، وهذا مثل ما تشوفون الإشارة الإرشادية اللي على اليمين، وهذا الإشارة الإرشادية اللي على اليسار. ما تشغيلهم، كل السيارات في عصا تكون على اليسار، إذا رفعت العصا تولع لك إشارة الإرشادية اللي على اليمين، وإذا نزلت العصا تولع لك الإشارة الإرشادية اللي على اليسار. كل السيارات نفسها النظام بهالطريقة. متجر زين النسائي لمستلزمات السيارة، وفري مزيدا من الوقت والجهد واحصلي على ما يلزم سيارتك بخيارات دفع متعددة ومزايا إضافية. السيارة ما يحتاج تروحين السوق، للطلب الآن. ذا ليه إذا ولعوا مع بعض يسمونهم الإشارات التحذيرية اللي إحنا نسميها فلاشر، وبعضهم يسميها الخطر، وكل واحد له مسمى. اللي يشترون مع بعض هذا من الأمام أو سواء من الخلف، كل السيارات نفس الفكرة، بس قد يتغير مكان لمبة يمين تحت يسار شوي فوق، لكن غالبا يكون نفس المعنى ونفس المكان تقريبا. وأما زر التشغيل فكل السيارات تكون بهالطريقة، تكون هذا الشعارها في كل السيارات مثلث، لكن قد يكون هنا، قد يكون تحت، قد يكون منه فوق، منه منه منه، في أي مكان قد يختلف المكان، ولكن نفس الرسمة ونفس الهدف. طبعا يقصد بالإشارات التحذيرية اللي هي الإشارات الرباعية، وتستخدم في حالة التوقف الطارئ، والهدف منها طبعا إعلام من في الطريق بأن أنت واقف للطوارئ. أحيانا نمر على السيارة نشوفها، وطبعا اللمبة الحمراء إذا ولعت، شفتوا سيارة قدامكم ولعت لمبة حمراء، فهذا لمبة البريك، يعني أن الساق قاعد يدوس بريك. فإذا دست بريك على دواسة بريك خلف السيارة، تولع اللمبات الحمر تعلم اللي خلفك أن أنت دايس على البريك. واللمبة البيضاء ذي اللي هو لمبة الريوس، الرجوع للخلف، فأي سيارة تشوفونها واقفة ومولع اللمبة البيضة، فإذا قاعد يرجع ريوس انتبهوا، علما بأن جميع السيارات لون اللمبة الريوس بيضاء، لكن قد يختلف مكانها، منه 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 منه، بعض السيارات في لمبة واحدة، بعض السيارات في لمبتين، الهدف واحد ولكن المعنى أيضا واحد. وذي طبعا الإشارة اليدوية أحيانا تحتاج تستخدمها، يا الحبيب يا الطيب، يمين يمين يمين، ولا تقول يعني مثلا، ولا تقول تسوي كذا تأشى عشان يلي جايين من جهة اليسار ترى بلف يسار، يعني لها عدة معاني كثيرة، لكن تستخدم في بعض الحالات يعني. وفي بعض الناس تشغل، لو تشغل السيارة بعمرها وتفجرها قدامه ما يفتح لك مجال، تقول الحبيب الطيب رحمة أمك باخر يسار. هذه الإشارة اليدوية. المنبه، في ناس يسمونه الهرن، في ناس يسمونه الزمور، في ناس يسمونه الكلكس، في ناس يسمونه عدة أسماء. على كل حال، كل السيارة تقريبا يجي يكون الهرن وين؟ في وسط الدركسون، تضغط عليه اشتغل. قليل بعض السيارات يكون على جنب يسار يمين، قليل. وطبعا علما بأن استخدامه في بعض الأماكن ممنوع، مثل عند المستشفيات أو بعض الأماكن اللي تجد في لوحة تنبهنا ممنوع استخدام المنبه. وقبل ما أنهي الدرس، معلومات صغيرة عن درس اليوم. واحد، يجب على الإشارة أن تعطى قبل وقت. جيت تعطين إشارة، تعطين بوقت مبكر، مو بذا قربتي عند الهدف. ثانيا، تعطيني الإشارة في الاتجاه السليم، مو بتعطيني إشارة يمين وانت بتروحين يسار. ثالثا، قد تلفين تنعطفين ولا زالت الإشارة تشتغل، طفيها. رابعا وأخيرا،
أيضا يقولون في المدرسة يجب استخدام الإشارات في الاتجاهات الإجباري والمنعطفات، يعني اتجاه الطريق إجباري يمين أو في منعطف إجباري، مع ذلك تستخدمين الإشارات. وبذلك انتهيت من درس اليوم. ولعل البعض يضحك ويقول دي دروس جدا بسيطة وسخيفة يا أبو سطيف. إيه بس في ناس مستجدات ما يعرفون هالأمور. دمتم بود ولقاؤنا معكم الأسبوع القادم. لحظة قبل ما تمشون أبي أذكركم بأن أغلب هالدروس اللي أنا قاعد أقولها قد تجيكم في الاختبار النظري، بس يعكسون الأسئلة ويعكسون السؤال. ولا حد يسألني كم نظارة عندك لأن السر الأسرار.